ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم الدكتورة أمان حجازي، والنهاردة هكلمكم عن شوية أعشاب كده تحفة جدا هنستخدمها، هتزود من حرق الجسم وهتشدلي الشهية وهتعمل شوية شغل كده معانا في حتة التخسيس. معلش مقصرة معاكم شوية في الفيديوهات بتاعة التخسيس والسمنة والنحافة وكده، بس ان شاء الله الفترة الجاية عملكم شوية فيديوهات تحفة جدا. طبعا عشان تشوفوها لازم تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يجيلكوا اشعار كل ما انزل فيديو جديد. وفي كمان فيديو بحضره نازل قريب قوي هكلمكم عن كل الادويه اللي امنه جدا وموجوده في الصيدليه، كل امان تساعدنا في حته التخسيس. كملوا معايا الحلقه وما تنسوش لايك سبسكرايب، ويلا بينا. معايا النهارده مجموعه كده من الاعشاب عايزه اتكلم معاكم فيها وهفهمكم كل حاجه بتعمل ايه بالظبط. اول مجموعه هتكلم عليها هي الدايوريتكس او الاعشاب المضره للبول، والاعشاب دي بتخليني انزل كميه الميه الزياده اللي في جسمي. وقبل ما اقولها حابه اقول نقطه مهمه قوي، الناس اللي بتاخد لازكس، ده دواء موجود في الصيدليه، في ناس للاسف بتاخده علشان تنزل الميه الزياده اللي في الجسم وتقلل من وزنها. طبعا ده غلط جدا يا جماعه، ده بيعمل لنا مشاكل على المدى الطويل، فياريت نلجأ للحاجات الطبيعيه. حاجتين معايا بيساهموا جدا في موضوع ان انا انزل الميه الزياده اللي في الجسم، البقدونس والزعتر، نهتم بيهم جدا. وفي كمان ناس بتقطع البقدونس على السلطه علشان تستفيد منه، وكمان مفيش مانع برضو تحطوا معلقه زعتر كده على السلطه، الاثنين دول بينزلوا الميه الزياده اللي في الجسم، ده طبعا بيساعد جدا ان انا اقلل الوزن. تاني حاجه معايا حاجه مشهوره قوي في ناس كتير كمان بتحبها، وده بيعمل حاجه اسمها ستيميوليت للادرينال جلاند، يعني بينشط لي الغده الكظريه، اللي هو ايه؟ اللي هو الليكورش او العرق السوس. ده يا جماعه بيتاخد بطريقه معينه زي ما هقولكوا كده دلوقتي، كوبايه واحده كل يوم لمده اسبوع، وبعد كده نبطله 3 اسابيع، وبعد كده نرجع ناخد تاني كوبايه كل اسبوع ونبطله 3 اسابيع، وهكذا. دي الطريقه بتاعته اللي بيتاخد بيها علشان ينشط لي شويه من الغده الكظريه، ودي طبعا بتنشط من الحرق بتاع الجسم. بس ما ينفعش ان احنا ناخده كتير قوي، وكمان ما ينفعش ان احنا نطول قوي في المده اللي هو ناخده كل يوم اكتر من اسبوع، علشان بيعلي الضغط بتاعنا. وطبعا عامه هو ممتاز للناس اللي ضغطهم واطي. دلوقتي هندخل على الاعشاب اللي بتقلل لي الشهيه، وطبعا اشهر واحد فيهم الكافيين، وده ناس كتير قوي عارفه ان هي اول ما بتشرب كوبايه القهوه خلاص نفسهم بتتصدق، وده حقيقي. بس يا ريت يا جماعه ما نكترش من القهوه، كفايه كوبايه واحده في اليوم او ممكن 2. تاني حاجه وهي الفينل او الشمر. تالت حاجه الخميره. رابع حاجه الوالنت او عين الجمل، وطبعا ناخد بكميه قليله اللي هي تقريبا حوالي 6 7 حبات عين جمل. واخر حاجه دي حاجه اسمها جارسينيا كامبوديا، دي بتتزرع في الهند مش بتتزرع هنا، وما تقلقوش ده موجود، بس موجود في الصيدليات، موجود في دواء اسمه كروماكس. وان شاء الله في الحلقة الجاية بتاعة الادوية اللي هناخدها من الصيدلية عشان تساعدنا على التخسيس هيكون من ضمنهم طبعا الكروماكس. طبعا الجرسينيا كامبوديا دي مش هنعرف نجيبها كنبات، هنجيبها من الصيدلية اللي هو الكروماكس، هتتاخد 3 مرات في اليوم قبل الاكل بربع ساعة. ده بيساعدني في اول حاجه ان هو بيقلل لي عامه الدهون اللي في الجسم، تاني حاجه بيقلل من تحول النشويات لدهون. بس معلومه، لو اكلنا دهون كتير ولا هيعمل اي حاجه، فكل الحاجات دي برضو محتاجه ان احنا نكون ماشيين في نظام صحي معتدل. انا ابدا ما برجحش ان حد يبقى بيعمل رجيم قاسي او حارم نفسه من حاجات مهمه، لان كل حاجه مهمه للجسم. بس الدايت المعتدل اللي هو انا ما باكلش اكتر من اللي جسمي محتاجه، ما بكترش حلويات، ما بكترش دهون، ما بكترش نشويات، ما بكترش كل طبعا الحاجات اللي احنا عارفين ان هي بتزود وزن الجسم، ساعتها الحاجات دي هتعمل معانا نتيجه حلوه قوي. وكملوا عشان لسه في مفاجآت. ودلوقتي هندخل على فئه جديده وهي الثيرموجينيك هيربس، يعني الاعشاب اللي بتزود لي من حراره الجسم وده بيخلي الحرق معايا يزيد. اول حاجه الكاردمم اللي هو الحبهان، تاني حاجه الماسترد اللي هو الخردل،
تالت حاجة السينامون اللي هي القرفة، بس طبعا دي ما بتتخلطش في حالة الحوامل. رابع حاجة اللي هو الجينجر اللي هو الزنجبيل، علشان كده من اكتر المشروبات اللي برجح ان هي تتشرب للناس اللي عايزة تعمل دايت. القرفة بالجنزبيل هيبقى حلو جدا معاك وهيزود الحرق. خامس حاجة الكابسيكم اللي هي الشطة. سادس حاجة الجرين تي اللي هو الشاي الأخضر. نركز بقى كده مع بعض ونشوف الحاجات دي بتتاخد ازاي. عامة القرفة والجنزبيل مفهومش مشكلة لو انتي مش حامل، طبعا غير كده بتشربيهم عادي جدا. الشطة دي يا جماعة للناس اللي بتقدر ان هي تاكل شطة بجد كنز. عايزة اقول لكم معلومة، احصائيات وحاجات اتعملت ان الشطة دي بتزود من الحرق بنسبة 25%. طبعا دي نسبة كبيرة جدا، نسبة يعني ما اتقالتش قبل كده في الاعشاب اللي هي ممكن تكون بتزود الحرق. انتوا تعرفوا ان الجرين تي الشاي الاخضر بيزود الحرق بنسبة 2% بس، يعني الشطة دي كده معجزة. بس طبعا لو حد مش بيقدر ياكل شطة فبلاش طبعا يحطها على الاكل، ممكن بس يبدأ يحط حاجات بسيطة بحيث ان هو برضو ما يوجعش معدته قوي لو حد مش واخد عليها. لو حد بياخد على الشطة كده وبيحبها ليتس جو، والدنيا كده معاك هتبقى تمام جدا. بس برضو الشطة كتير قوي مش حلوة علشان هتتعب لنا المعدة. بس الشطة عامة على فكرة مفيدة جدا، هبقى اعمل لكم عنها حلقة ان شاء الله. عامة كمان الشطة بتساعدني في ان هي بتسد الشهية، وبتعمل حاجة تانية ممتازة جدا، بتزود من شرب المية، بتخليك تلقائي تبقى عايز تشرب مية كتير، ودي برضو حاجة مهمة. طبعا الجرين تي او الشاي الاخضر احنا مش بس بنستخدمه في الدايت علشان هو بيحرق 2%، لا احنا برضو بنستخدمه علشان هو مضر للبول، فبرضو بينزل المية الزيادة اللي في الجسم، وكمان هو انتي اوكسيدنت، فدي لوحدها فايدة كبيرة جدا. وانا قلت لكم قبل كده على فوائد الانتي اوكسيدنت، وباذن الله برضو هعمل لكم عنها حلقة قريب قوي. الانتي اوكسيدنت دي حاجة مهمة قوي قوي قوي، يعني اكتر مما احنا ممكن نتكلم عليها في نقطة كده في فيديو، لا هي محتاجة كلام كده لوحدها كتير. ويلا ندخل على الحاجة اللي بعد كده. نيجي بعد كده للقنبلة اللي عايزة اختم بيها الحلقة علشان يبقى ختامها مسك، الهيربز اللي بتعمل بوست للميتابوليزم. دي يا جماعة مجموعة من الاعشاب هدية كده اتعمل عليها ابحاث، وجد ان الناس اللي بتاخد النوع ده من الاعشاب في الدايت بتاعهم بيخسوا 4 اضعاف الناس اللي ما بتاخدش. انتوا متخيلين الرقم؟ يعني انت لو حد بتخس مثلا سي 10 كيلو في الشهر، فانت لو استعنت بالحاجات دي في الدايت بتاعك ممكن تخس 40 كيلو في الشهر. يعني ده الرينج اللي هم اتكلموا فيه، بس احنا مش طماعين، احنا لو خدناهم 30 20 حلوين طبعا برضو جدا. المهم ان الحاجات دي افكتيف قوي وبجد نتائجها حلوة جدا، بس لازم تتاخد بالطريقة اللي هقول عليها دلوقتي. ورقة وقلم كده ونكتب مع بعض. اول حاجة فيهم السيليوم، تاني حاجة فيهم الجوار جام او الصمغ العربي، تالت حاجة فيهم البران اللي هي الردة، رابع حاجة فيهم البكتين او الكتان، خامس حاجة الشيتوزان، ودي حاجة برضو مش هنعرف نجيبها من الاعشاب دي، موجودة في الشيتوكال، برضو موجود في الصيدلية، ومتقلقوش كل ده هنتكلم عنه بإذن الله في الحلقة الجاية بتاعة الأدوية اللي هنجيبها من الصيدلية وتكون آمنة جدا. خلينا بقى دلوقتي في الحاجات الطبيعية نتكلم في الصمغ العربي والسيليوم والكتان والردة. ال4 حاجات دول يا جماعة كنوز بجد، اللي هيستعين بيهم في الدايت بتاعه زي ما هقول دلوقتي هيخس جامد جدا. أول حاجة مهمة قوي، الحاجات دي بتتاخد مع نص لتر مية، معلقة مع نص لتر مية من أي نوع منهم، معلقة واحدة قبل الأكل بربع ساعة مع نص لتر مية، ده أساسي ما ينفعش يبقى أقل من كده. لو أقل من كده هيعملوا لكم مشاكل، لأن الحاجات دي بتطلع حاجة كده اسمها ميوسيلاج، بتطلع مادة حاجة كده زي شفتوا لما بتبقى موجودة كده في البامية وبتلزق كده شوية، دي الحاجات دي بتطلع مادة كده رخوية شوية، وفي ناس ممكن يكونوا شافوها لما بذر الكتان بيتحط عليه مية وبيقعد فترة بيطلع كده زي جيلي كده، والموضوع بيبقى تقيل، فلو ما اتاخدش معاه مية كويس هيعمل لنا عسر هضم ويضايقنا في حتة الهضم ويعمل مشاكل، ودي طبعا نتيجة عكسية مش النتيجة اللي احنا عايزينها. تاني حاجة مهمة قوي لازم تعملوها مع الحاجات دي، بعد ما تاخدوها تفضلوا قاعدين كده الظهر يكون مستقيم من 10 دقايق لربع ساعة اقل حاجة،
علشان لو في حاجة منهم عالقة كده في الزور وطبعا شربنا مية تنزل، ما تبدأش ان هي تطلع الميوسلج بتاعها او المادة اللي احنا قلنا عليها في الزور، فطبعا برضو تعمل لنا مشاكل. فاحنا عايزين المعلقة اللي احنا هناخدها دي ندوبها ممكن في كوباية مية، نبدأ نقلب ونشرب على طول، ما نستناش عشان لو قعدنا شوية هيبدأوا زي ما قلت لكم يطلعوا المادة بتاعتهم، انما احنا عايزين نشربهم كده. ولو حد قدر يحط المعلقة دي على طبق سلطة على اي حاجة تمام جدا زي الفل، بس اهم حاجة بعدها يتشرب كوبايتين مية. ولو احنا دوبنا المعلقة دي في كوباية مية تمام، فهنشرب كوباية مية تاني فاضية بعد الكوباية الاولانية. خدوا بالكم النقطتين اللي انا قلتهم دول علشان دول اهم حاجة في الموضوع، وبجد اتبعوا الحاجات دي كلها كده مع بعضها تحفة جدا. بس اخر حاجة دي انا قلت كده سيبها عشان نختم بيها الفيديو وتبقى حاجة ختامها مسك. اخر حاجة ودي حاجات ممكن نقول كده عليها ان هي بتحسن الهضم شوية، زي البابايا زي الاناناس، برضو كان معروف كده كان في حاجة نازلة من فترة اسمها فيا اناناس، ده برضو الاناناس بيزود لي شوية حتة الهضم ده، ولما الهضم يبقى سليم فابدأ ان انا اتخلص من الدهون الزيادة والحاجات الزيادة. عندي النعناع، عندي الليمون، عندي الكمون، واخر حاجة هي الحلبة. والحلبة على فكرة مفيدة جدا برضو في تقليل الدهون علشان بتقللي الدهون اللي موجودة في الدم وبتقللي نسبة السكر. نصيحتين كده بقى مني انا كده ليكو، يعني اللي هو ايه حاجات كده زي ما بيقولوا الخلاصات كده ماشي. هقول لكم على خلاصتين مهمين قوي. اول حاجة نصحى كل يوم الصبح ناكل طماطماية على الريق. اسمعوا مني كده الكلام ده، الكلام ده يعني على فكرة ايه حاجات كده جامدة جدا، اسرار بجد. طماطماية الصبح على الريق بتظبط حاجات كده كتيرة جدا، وبتظبط لي حرق وبتظبط لي كده، وفيها انتي اوكسيدانت والدنيا بتشتغل تمام بعدها. تاني حاجة، كل ما تعرفوا تعملوا شوربة كرنب اعملوها، ادخلوا كده على جوجل واكتبوا طريقتها، هي اصلا سهلة جدا وممكن ما تحتاجوش اي حاجة، انتوا بس ممكن تجيبوا كرنباية صغيرة وتقطعوها في مية وعليها ملح وكمون وكل اللي بقى تعرفوا تحطوا شطة زي ما احنا لسه قايلين، حطوا اي اعشاب من اللي انا قلت عليها لو طعمها بالنسبة لكم تمام حطوها، هتساعد جدا. بس شوربة الكرنب حاجة كده فظيعة، الكرنب اصلا نفسه في برضو حاجات بتساعد جدا في الحرق وبتقلل الوزن، فحافظوا قوي على طماطماية الصبح اول ما تصحوا وشوربة الكرنب منين ما تعرفوا اشربوها. ودي كانت حلقتي النهاردة معاكم، هستناكم ان شاء الله في حلقة جاية محضرة لها من دلوقتي بس لسه مش تنزل دلوقتي، يعني ممكن ان شاء الله يومين كده هتلاقوا الحلقة بتاعت الادوية اللي ممكن نجيبها من الصيدلية وتكون امنة جدا 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 وتساعدنا في الدايت بتاعنا. كان معاكم دكتورة امان حجازي، ما تنسوش اللايك عشان الفيديو ده تعبت فيه كتير جدا، وكمان سبسكرايب عشان تتابعوني، وياريت تفعلوا زر الجرس علشان كل ما ننزل فيديو جديد يجيلكوا اشعار، وهشوفكوا تاني بإذن الله قريب جدا. باي باي.